الاسم المعروف مسعد بن سعود الشيباني. ابو سعود صباح. صباح النور السرور. ابو سعود اليوم كيف شفت الشوط؟ والله شوط طيب قوي كله من 1 إلى 10 قوي. اكيد في فوارق ولكن كله جيد. ابو سعود من الاسماء القويه اللي كانت في المهرجان واليوم نشوفك ما شاء الله عدت ومرحبا بك يا ابو سعود. اهلا وسهلا. كيف شفت التنافس؟ كنا ولا زلنا اي لا بس العام ما جيت والسنة هذه احنا متعطشين على الحلال اللي شفناه اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن. وصل عاد ما اقدر اقول فيه شيء وصل. طيب بتحافظ على مركزك؟ والله ما هو بكيت لازم في الدنيا كلها فيها طلوع ونزول ما هي دائم. طيب كيف شفت انت ما شاء الله تبارك الرحمن من لك الابل اللي معاصرين للمهرجانات كيف شفت المهرجان؟ المهرجان من اعلى الى اعلى. اي من اعلى الى اعلى ومنظم وش يبون عاد اهل الابل غير كذا؟ ما عاد. طيب بسألك عن الحلال، تطور الحلال عن أول؟ أكيد أكيد كثير كثير، ولو أن الفرديات قلت شوي في السوق بس ولا الحلال قاموا يعتنون به الناس ويعني الحمد لله صار كله جيد. مالك التوفيق أبو سعود. شكرا لك طال عمرك. بارك الله فيك.